الحرص على صون المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغيير المناخ، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة للدول الأطراف. وأتمنى أن من منظمتنا أن تفتح صندوق خاص بالكوارث التي تنجم عن تغيرات طبيعية، ويكون المشاركة في هذا الصندوق من طرف الدول الإفريقية الأكثر ميسورة، وكذلك من طرف بمساعدة من سيد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل من يهتم بالتغيرات المناخية، أن يصبوا في صندوق إفريقيا ما يستطيعون أن يصبوه، لأنهم هم الذين تسببوا في التغيرات وفي الكوارث التي تحصل في إفريقيا.